بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم يا حلوين؟ شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله بدنا ندرس، بدنا نبلش بوحده جديده ودرس جديد هو المحيط واحد. اول اشي بدنا نفهم شو يعني محيط، وبعدين تتعامل مع الاسئله الموجوده في كتابك. المحيط يمس هو اي اشي موجود ويحيط شيء معين. يعني مثلا افرض انا كان في عندي بيت، عشان اقرب لك الصوره، افرض هذا بيت، تمام؟ هلا البيت شو حدوده بالضبط؟ حدود البيت رح تحكي لي في سور على حوالين البيت، صح؟ شايف هذا السور اللي حوالين البيت واللي بيحيط البيت، هذا هو حدود البيت. يعني برا البيت، برا هذا السور بطل البيت، صح؟ واي اشي جوا هذا السور بكون بيت، بكون يعني ايش دخل بالبيت. فانا في عندي، شايفه هذا السور، هذا هو محيط البيت. يعني اي واحد مثلا بيجي، يعني اي اشي موجود خارج هذا المحيط او خارج هذا السور، هذا ما الي دخل فيه. اما كل اشي بخص هذا السور الي دخل فيه. فانا بقدر احكي عن المحيط لهذا البيت هو سور هذا البيت، تمام؟ طيب افرض عندي حديقة، هيها كلها شجر مثلا، هاي شجرة 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 شجرة، هاي كمان شجر. واجى الزلمة حكى لك، اجى الزلمة حكى هذا كل الشجرات الي، حقوله كيف عرفت انه كل الشجرات الك؟ حكى لهم انا بحكي لكم بينها عليها سياج. اذا هذا السياج اللي عامله الزلمة حوالين بستانه او حوالين حديقته او حوالين كل شجرة، هذا هو محيط المزرعة. يعني لو في شجرة خارج المزرعة، هاي إلها دخل بالمزرعة؟ لا. فكل اشي حوالين السور هاد او الاسوار هاي او السياج هاد اللي دخل في المزرعة، معناته محيط المزرعة هو عبارة عن السياج. فالمحيط يا مس هو اي اشي يحيط اشي من الخارج، مش من الداخل، من الخارج. فكل هدول الأشياء كانت تحيط الأشياء من الخارج. يعني هذا السور بحيط الإشي، بحيط المزرعة من الخارج، وهذا السور أو هاي السور بحيط البيت من الخارج. إذا مفهوم المحيط إنه أي إشي بحيط إشي فقط من الخارج، ما إلي دخل باللي جوا، بس على الداير على الخارج. هيك بكون وصلت لمفهوم المحيط، لأنه كمان شوي رح ناخد مفهوم المساحة. يختلف مفهوم المساحة عن مفهوم المحيط. المحيط اللي هو الإشي اللي على الداير. طيب كيف بدي زي كتابك، بدي أتعامل بالأشكال زي كتابك، بحكي لي أجد محيط الشكل المضلل في كل مما يأتي إذا كان هذا الشكل مرسوم على شبكة مربعات. افرض أنا في عندي شبكة مربعات زي هيك، شبكة مقسمة لمربعات، يعني نفرض انها يعني مش بالضبط مربعات، بس افرض انها مربعات. واجيت حكيت لك هاي، بدي اضللها بالاحمر عشان تعرف انه انا قاصد هدول المسافة. واجي حكى لك بدي اعرف محيط هاي المسافة او هاي النقطة. طيب كيف بدي اعرف؟ اذا عديت لي المربعات اللي جوا 1 2 3 4 وقلت لي 4 وحد طول، غلط 100%. غلط اني اعد المربعات من جوا. انا شو قلت لك مفهوم المحيط؟ الاشي اللي برا، معناته انا بدي اعد الاشياء اللي موجودة برا. الاشياء اللي موجودة جوا انا ما دخلني فيها. برجع بحكي لك، ان عديت لي 4 مربعات وقلت لي المحيط 4 مربعات، رح اقول لك حلك غلط 100%، لانه انا مفهوم المحيط بحكي لي الاشي اللي على الداير، ما اللي دخل باللي جوا. فأنا بدي أحسب كم من مربع استخدمت برا. يلا باجي هون بشوف أنا كم من مربع استخدمت. رح تقولي لي يا مس استخدمتي مربع مربعين، رح أقول لك رائع. رح ننزل هون كم مربع استخدمت، رح نستخدم برضو مربع مربعين، وهون برضو مربع مربعين، وهون برضو مربع مربعين. رح أجي أجمع كل المربعات اللي استخدمتها، رح ألاقي إنه أنا استخدمت هون 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هون استخدمت 8 وحدات طول أو 8 وحد طول، تمام؟ طب كمان مثال، افرض أعطيتك كمان
افرض اعطيتك كمان، خلينا نزيدها كمان واحدة هيك، واعطيتك هاي المدي المسافة هيها، خليني اضللها بالاحمر. تمام، ان عديت لي 1 2 3 4 5 6 رح اقول لك حلك غلط 100%، لانه انا بدي الداير، شايف الداير؟ بدي هذا الداير بس. تمام، 1 2 3 4 5 6 تحكي لي 6 وحدات، حلك غلط 100%. طب كيف بدي احسب انا المحيط تبعها؟ رح نيجي اول اشي هون، كم من مربع انا استخدمت؟ رح نقول استخدمنا هي مربع وهي مربعين، رح تحط 1 و1. وهنا كم مربع استخدمت؟ استخدمت هاي 1 هاي 1 وهاي 1، استخدمت 3 مربعات. وهنا كم من مربع استخدمت؟ هاي 1 وهاي 1. وهنا كم من مربع استخدمت؟ هاي 1 وهاي 1 وهاي 1. اجمعهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اذا استخدمت 10 مربعات او 10 وحدات طول. كل مربع هو عبارة عن وحدة طول، فانا كم من استخدمت؟ يعني هو المربع هيدا اكتب لك اياه هون، هو وحدة طول واحدة، معناته أنا كم من وحدة استخدمت؟ استخدمت 1 2 هون، و1 2 3 هون، و1 2 هون، و1 2 3 هون. رح أجمعهم، أول مرة استخدمت 2، هاي 2، زائد هون قديش استخدمت؟ 3، هاي 3، هون قديش استخدمت؟ زائد 2، وهون قديش استخدمت؟ هاي 3. رح تجمعهم مع بعض، 5 + 5 بيعطيك 10 وحدات طول، تمام؟ طب كمان مثال، نعكس الورقة هون. كمان مثال، نصعبها شوي. افرض انا بدي يعني احسب المسافة هاي هيك هيك هيك، بعدين منضللها. خلنا نزيد كمان واحدة هون مثلا، وهاي وهاي، شايف؟ بدي المسافة المضللة، معناته بدي يعني أوجد هيك هيك هي. أنا بعمل له صور، هيني قاعدة اللي بدي إياه، قاعدة بعمل له سياج أو صور، شايف شو بده؟ هيك بده، بده هذا الشكل. كيف بدي أوجد له الوحدات اللي موجودة بهذا الشكل؟ برضو نفس العملية، انتبهي علي، باجي عند أول خط، كم من مربع استخدم؟ هيا مس استخدم 1 2، حط أنت 1 2 عشان ما تلخبط. تمام، يلا ننزل هون، كم من واحد مربع استخدم؟ هي 1 2 3 يمس، هي 1 2 3. نيجي هون كم مربع استخدم برضو؟ 1 2 3. نيجي هون كم من مربع استخدم؟ 1 2. نيجي هون كم من مربع استخدم؟ 1. ونيجي هون برضو استخدم 1، كل زقزاق بواحد. نرجع هون استخدم كم؟ 2، هاي اول اشي 2، زائد هون قديش استخدم يمس؟ استخدم 3، وهون قديش استخدم؟ زائد 3، هون قديش استخدم؟ 2. هون رح تلخبطوا، هون شايف اول ما عملت هون كم من مربع استخدم؟ استخدم برضو 1، ورجعت انت عملت هون عشان نخلص، كم من مربع استخدم؟ برضو استخدم 1. رح نجمعهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ولو تيجي تجمع 3 و 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12، فأنا بدي أشوف كم من مربع استخدم عشان وصل لمحيط الشكل، فهو بدي يكون استخدم 12 مربع. طيب رح أعطيك كمان آخر مثال، نصعبه هذا، نكبره ونصعبه شوي عشان ما تلخبط لما يكون في عنا 100 شكل. افرض انا بدي منك هيك هيك، تمام يلا شايف شو بدي منك؟ بدي منك المنطقة المضللة، وانا ايش بدي اعملها صور عشان نعرف بالضبط مع مين بتعامل. هيك 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 هيك, هيك. هيك هيك هيك، وقفنا هون هيك، نزلنا هيك، وبعدين تمشينا هون 2، نزلنا هيك 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 هيك. صعبت الشكل شوي، وبده كل المضلل اللي جوا المضلل. يلا مش صعب الموضوع، بنمشي مع بعض، مش صعب. اول اشي مشينا هون كم من مربع؟ هي مس 1 2 3، 1 2 3، هيدا اكتب لك اياهم ها تحت كمان،
واحد اثنين ثلاثة مشيت ثلاثة، بعدين انزلت واحد اثنين ثلاثة أربعة، مشيت واحد اثنين ثلاثة أربعة زائد أربعة. هون ما تلخبطوا تحطوا لي واحد، مشى هيك هي واحد، مشى هيك هي كمان واحد، معناته واحد زائد واحد. بعدين لما خلص من هون مشى واحد اثنين، معناته هي كمان اثنين. بعدين طلع مرة، معناته زائد مرة. بعدين ترجع هون كمان مرة زائد مرة. بعدين تمشى هون قديش؟ هي واحد هي اثنين، معناته كمان اثنين. رجع هون كمان مرة، كمان مرة. رجع هون كمان مرة مرة. يلا نعيدهم مع بعض عشان ما نلخبط. أول مرة مشينا واحد اثنين ثلاثة، أنت امشي هيك، هي واحد هي اثنين هي ثلاثة، هي أربعة هي خمسة هي ستة هي سبعة هي ثمانية هي تسعة هي عشرة هي 11 هي 12 هي 13 هي 14 هي 15 هي 16 هي 17 هي 18. إذا لو نيجي نحسبهم رح يطلع عندك 18 وحدة. هيك أنا بكون خلصت أفكار الدرس الأول. بيكون عليك واجب تحل تحدي واحد وتحدي اثنين، وبعتوا لي إياهم الواجبات على المنصة، خلينا نشوف الإجابات الصحيحة شو رح تطلع معنا. تمام، دمتم سالمين.